السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة. طبعا الدوري الألماني محدش بيتفرج عليه لأن بي إن سبورتس قطع البث من زمان يعني، ولكن المباريات قوية بصراحة، ده اللي بيخليني أعمل دايما ترتيب الدوري الألماني. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الألماني وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم في الجولة الرابعة وبداية الجولة الرابعة اليوم السبت 17/10/2020. النهاردة السبت بدأت الجولة الرابعة، بروسيا دورتموند فاز على هوفنهايم 1-0، أحرز الهدف ماركو ريز في الدقيقة 76. بعد كده عندنا مباراة فيردر بريمن تعادل أمام فرايبورج 1-1، شتوتغارد فاز على هرتا برلين 2-0، باير ليفركوزن فاز على ماينز 1-0، لايبزيج فاز على أوكسبورج 2-0، أحرز الهدف مش عارف مين، ويوسف بولسن في الدقيقة 66. الأولاني ده اسمه ايه؟ اسمه ريس تاسندي في الدقيقة 45. بايرن ميونخ اكتسح أرمينيا بيلفيلد، ولا اكتسح ولا نيلة، ده فريق في الدرجة التانية أصلا لسه طالع جديد. احرز هدف بايرن ميونخ توماس مولر في الدقيقه 8، روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقه 26، والهدف الثالث احرزه روبرت ليفاندوفسكي، تقريبا هيبقى الهداف برضه السنه دي ابن اللذينه في الدقيقه 46، وتوماس مولر في الدقيقه 51، وهدف ارمينيا بيلفيلد احرزه ريتسو دوان في الدقيقه 58. وفولفسبورج تعادل امام بروسيا مشنجلادباخ 1-1. غدا باذن الله تعالى استكمله للجوله، وممكن اعملها وممكن لا بصراحه يعني حسب المزاج. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الالماني وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم السبت 17 اكتوبر 2020. لايبزيج في صدارة الترتيب في المركز الاول ب 10 نقاط، بايرن ميونخ في المركز الثاني ب 9 نقاط، بروسيا دورتموند في المركز الثالث ب 9 نقاط، شتوتغارد في المركز الرابع ب 7 نقاط، اينتراخت فرانكفورت في المركز الخامس ب 7 نقاط، اوكسبورغ في المركز السادس ب 7 نقاط، فيردر بريمن في المركز السابع ب 7 نقاط، كلهم ب 7 نقاط ولا ايه؟ هوفنهايم في المركز الثامن ب 6 نقاط، باير ليفركوزن في المركز التاسع ب 6 نقاط، بروسيا مشنغلادباخ في المركز العاشر ب 5 نقاط، فرايبورغ في المركز الحادي عشر ب 5 نقاط، يونيون برلين في المركز الثاني عشر ب 4 نقاط، فولفسبورغ في المركز الثالث عشر ب 4 نقاط، ارمينيا بيلفيلد في المركز الرابع عشر ب 4 نقاط، هيرتا برلين في المركز الخامس عشر ب 3 نقاط، كولم في المركز السادس عشر ما عندوش نقط، وماينز كذلك في المركز السابع عشر، وشالكا كذلك في المركز الثامن عشر بدون نقاط. بالنسبة لترتيب الهدافين اعتقد هلاقي فيندوفسكي في مش عيب، روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ في المركز الاول ب 7 نقاط. 7 نقاط ازاي؟ ب 7 اهداف. المركز الثاني اندريج كراماريتش لاعب هوفنهايم ب 6 اهداف. المركز الثالث ايرلينغ هالاند يا راجل لاعب بروسيا دورتموند ب 4 اهداف. وحشتني الرقصه اللي انت رقصتها اول ما الكورونا رجعت، يعني الكورونا مشيت يعني لعبنا بعد الكورونا. المركز الثالث نيكلاس فولكروغ لاعب فردر بريمن ب 4 اهداف ايضا. في المركز الرابع سيرج غنابري لاعب بايرن ميونخ ب 3 اهداف، وتوماس مولر لاعب بايرن ميونخ، و كالاش دي ايه كالاش دي زيج كالاش دي زيتش لاعب شتوتغارد ب 3 اهداف، واندريا سيلفا في المركز الخامس بهدفين لاعب اينتراخت فرانكفورت، ومعه جون كوردوبا لاعب هرتا برلين، ونيلس بيترسن لاعب فرايبورغ، ويوسف بولسن لاعب لايبزيج، وباس دوست لاعب اينتراخت فرانكفورت، وايميل فورسبرغ لاعب لايبزيج، وماتيوس كونها لاعب هرتا برلين، واسم موريس لاعب لايبزيج، والاسم العجيب ده لاعب شتوتغارت. في المركز السادس الحسن بليا لاعب بروسيا مشنجلادباخ بهدف، وسباستيان سباستيان رودا لاعب اينتراخت فرانكفورت، والاسم ده لاعب هرتا برلين، وبكاريك لاعب هرتا برلين. بالنسبه لترتيب صناعه الاهداف عندنا في ترتيب صناعه الاهداف في المركز الاول توماس مولر صنع 4 اهداف لاعب بايرن ميونخ، في المركز الثاني داني اولمو لاعب لايبزيج صنع 3 اهداف، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ، وجيوفاني رينا لاعب بروسيا دورتموند، وجوناس هوفمان لاعب بروسيا مشنغلادباخ. المركز الثالث ايرلينغ هالاند لاعب بروسيا دورتموند صنع هدفين، وجوتشا كيميش لاعب بايرن ميونخ، وليروي ساني لاعب بايرن ميونخ، وباس دوست لاعب اينتراخت فرانكفورت، وكريستوفر تريميل لاعب يونيون برلين، ودانيال دي ديفي لاعب شتوتغارد، ودايتشي لاعب اينتراخت فرانكفورت. وكفايه كده بقى يعني، ولوكاس هولر لاعب كفايه كفايه يعني، اهم حاجه الاولانيين. تابعوا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناه من الاخر الخلاصه، قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري الالماني وترتيب الهدافين وترتيب صناعه الهدافين ونتائج المباريات بالنسبه لبدايه الجوله الرابعه اليوم السبت 17/10/2020. اشترك في القناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك وسبسكرايب، واعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وربنا يكون في عونك لو انت متابع او مشجع للبايرن او بروسيا دورتموند. اعتقد مفيش حد تاني هيشجع حاجه تانيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.